ما حكم من يسرق مؤلفات غيره ويضيفها لنفسه؟ وايش؟ ويضيفها لنفسه. عفوا اخ سليم عشان نقرب شوي نصغر الصوت. ما حكم من يسرق مؤلفات غيره ويضيفها لنفسه؟ هذه او هذا النوع من السرقة نوع جديد لم يكن للمسلمين الماضين عهد به، ولذلك يحسن بطالب العلم ان يستنبط حكمه، حكم هذا النوع من نصوص عامة، وقد يوجد هناك نص أخص وألصق بالموضوع، أما النصوص العامة فهي التي تنهى المسلم عن الاعتداء على أخيه المسلم، فمثل قوله تعالى لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فالاعتداء نص عام يشمل أي نوع من أنواع الاعتداء، سواء ما كان ذلك في المال أو في العرض أو في الخلق أو في أي شأن من شؤون الحياة التي تمس الإنسان. أما النص الألصق بموضوعنا فعنيت به الحديث المعروف في موطأ الإمام مالك وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل أصحابه عن السارق من هو، فأجابوا بما هو معلوم من أن السارق هو الذي يسرق مال غيره، فأجابهم بأن السارق هو الذي يسرق من صلاته عليكم السلام. قالوا وكيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال لا يتم ركوعها وسجودها. فنأخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وسع معنى السرقة. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. نأخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وسع معنى السرقة، المعنى الذي كان محدودا عند الناس ومحصورا في سرقة الأمور المادية كالأموال والعقارات ونحوها، فلفت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نظر المسلمين بأن هناك سرقة أخرى وهي أسوأ من السرقة المعروفة عند الناس جميعا، ألا وهي سرقة شيء من أركان الصلاة ومن واجباتها، حيث ذكر الرسول عليه السلام في بعض روايات الحديث أن أسوأ السرقة هو الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها. من هذا الحديث نستطيع أن نفهم أن من السرقة المحرمة هو ما جاء في السؤال من أن يأخذ المسلم علم غيره ثم
ينسبه لنفسه، وحسبه في ذلك وعيدا قوله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، أي إن الذي يتظاهر بأنه مثلا غني، كيف يتظاهر؟ يأخذ ثوب الغني أو زينته فيلبسه ويتظاهر أمام الناس بأن هذا من كسبه ومن ماله، وواقع الأمر ليس كذلك. فهو عليه السلام يقول: المتشبع بما لم يعط، المتظاهر بما ليس له، فهو كلابس ثوبي زور. لم يقل كلابس ثوب زور، وإنما قال كلابس ثوبي زور من باب المبالغة في زجر هذا الذي يتعاطى بما ليس له. من أجل هذا وذاك لا يجوز للمسلم أن يأخذ العلم من كتاب وأن ينسبه إليه، هذا ولو كان بحثا أو تحقيقا، فكيف بنا إذا كان كتابا يأخذه برمته ثم ينسبه لنفسه؟ رحمهم الله يقولون من بركة العلم عزو كل قول إلى قائله، لهذا يحرم أن يسرق المسلم كتابا ليس له ثم يعزوه لنفسه. هذا ما يحضرني جوابا عن هذا السؤال.